قام على جسم ادري كيز في هذه اللقطه من المدافع الايسر دانيال بوتس، وفرصه الان لمصلحه منتخب تشيلي لاحراز هدف التقدم في هذه المباراه. احنا بنلعب في الدقيقه 31 من عمر الشوط الاول، على تنفيذ ركله الجزاء نيكولاس كاستيو. نيكولاس كاستيو لاعب نادي اونيفرسيداد كاتوليكا، نيكولاس كاستيو اللي كان سجل الهدف الاول في مرمى المنتخب المصري، على تنفيذ ركله الجزاء لمصلحه منتخب تشيلي. كاستيو وحوار مع حارس المرمى سامويل جونستون. كاستيو علي رضا فجاري يعطيه الاذن بالتصويب الان، ياخذ وقته تماما. كاستيو 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 الهدف الاول لمصلحه منتخب تشيلي، الهدف الاول لمصلحه منتخب تشيلي، والهدف الثاني لهذا اللاعب في هذه البطوله نيكولاس كاستيو لاعب نادي اونيفرسيداد كاتوليكا، يسجل اول الاهداف في هذه المباراه في الدقيقه 32 من عمر الشوط الاول. يتقدم المنتخب التشيلي بهدف مقابل لا شيء، تصويبه قويه ارضيه على يسار حارس المرمى سامويل جونستون، والفرحه لماريو سالس ليشارك. كان المنتخب المصري ايضا كان بيشارك، المنتخب الانجليزي للشباب كان بيشارك في المجموعه دي. هدف التعديل ياتي الان للمنتخب الانجليزي بتصويبه قويه من المهاجم هاري كين. هاري كين يسجل هدف التعديل الان في مرمى منتخب تشيلي، يعود المنتخب الانجليزي بتصويبه قويه، والفرحه للجماهير الانجليزيه المتواجده في مدرجات ملعب جامعه اجنيس، فرحه لهذه الجماهير بهذا الهدف. انطلاقه سريعه، تهيئ للكره امام منطقه الجزاء، استلام وتصويب بالقدم اليمنى قويه، يملك قدم يمنى قويه بالفعل اللاعب اليكس بريتشارد امام منطقه الجزاء، بيراوغ بمهاره وبيصوب بقدم يمنى قويه.